أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الآن نتحدث عن محرك البحث المعجمي، وهو للبحث في المعاجم وأيضا مرادفات الكلمات، سنتعرف عليه خلال هذه المحطة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور مصطفى جرار، أستاذ في علم الحاسوب في جامعة بيرزيت. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. أول شيء مبروك إطلاق محرك البحث المعجمي. الله يبارك فيكم، شكرا كثير. أهلا وسهلا. يعني هلا خلال عمل 8 سنوات والجهد المبذول خلال 8 سنوات تم إطلاق هذا المحرك. خلينا نتعرف من خلالك في البداية على الفكرة من إطلاق هذا المحرك والجهد اللي انبذل ليتم إطلاقه. هي الفكرة اللي جاءت إنه ما في مصادر لغوية محاوسة يعني للغة العربية. وهذا كان حد من يعني أداء تطبيقات الحاسوب على في التطبيقات مثلا سيري والمدققات الإملائية وإلى آخره، من اللي تعرفوا اليوم نعيش عصر تكنولوجيا، التكنولوجيا نستخدمها كل يوم وكل لحظة في حياتنا، وعادة أداء هذه التطبيقات بيكون ضعيف لما نيجي نحكي مع التطبيقات بالعربي. فجاء انه طب ليه ما في، طب احنا عندنا يعني يمكن من اكثر اللغات في العالم وفي التاريخ اللي لها معاجم والها مصادر لغويه ومش محوسبه. فوجدنا هذا انه هنا في حاجه ضخمه، وبالاضافه لانه احنا حابين كمان نسوي هذا الشيء يعني حب شخصي مش فقط كبحث علمي. فقمنا بحوسبه 150 معجم، حوسبه طبعا طباعتها يدويا وتنقيحها وتدقيقها وإعادة تركيبها عشان كمان نقدر نخزنها في قاعدة بيانات، وكلها الآن مخزنة في قاعدة بيانات واحدة. وعملنا لها محرك بحث طبعا هو متعدد اللغات، بمعنى أنه عربي عربي وعربي إنجليزي وعربي فرنسي وعربي ألماني وإلى آخره. بالمناسبة المتاح على الإنترنت هو فقط يعني العربي عربي والعربي انجليزي. كمان غير المعنى الموجود للكلمة أو للمصطلح، كمان هناك وجود مرادفات وتعريفات. يعني قديش هو صعب الواحد إنه يلاقي فعليا، خلينا نحكي اللغة العربية، لاقي فيه مرادفات. ممكن نلاقي المعنى بس مش ممكن نلاقي المرادفات كمان. نعم صحيح، وهذه على فكرة بيواجهوها الناس اللي بيألفوا أو بيكتبوا، إنه لما بيجوا بدور يكون الواحد على كلمة وبده كلمة زيها أو أفضل أو ونفسه صياغة تانية اللي بسرعة كمان هيك بسرعة يعني شيء يسعف ويعني يوجد المترادفات. الآن الموجود عندنا هو نعم في كثير عندنا معاجم مترادفات بسموها مكانز لغوية، فما كمان موجودة مش فقط اللي هي المعاجم التقليدية، في معاجم نسميها المكانز اللي هي معاجم مترادفات، والترجمات بالمناسبة كمان. في كمان اللي هو احنا عندنا عشرات المعاجم اللي هي مختصة مثلا في الإعلام والأمور الاجتماعية، عشرات المعاجم مختصة في الأمور الهندسية، في الأمور العلمية بشكل عام، في كل المجالات. يعني المعاجم هاي مقسمة انه مثلا هذا مجال هندسي، هذا مجال إعلامي، هذا مجال تكنولوجي. نعم هي مقسمة، يعني هو مش متاح الآن انك تبحثي فقط في نوع معين من المعاجم، يعني لسه احنا في بداية الطريق. بس هو نعم هي من اسم المعجم انت يمكن تستدلي لما تلكي تعريف كلمة، يعني مش حيتغلبوا الناس، مش حتتغلب لانه من اسم المعجم مبين هو تخصص المعجم كمان. احنا نظهر اسم المعجم بجانب كل شيء بنسترجعه. حلو، طيب خلينا نحضر بعض المقابلات التي اجريت على هامش موضوع اطلاق محرك البحث للمعجمي، ثم نعود لاستكمال حديثنا معك. هذا المشروع الذي يهدف إلى تجميع حوالي 150 معجم عربي وحوسبة جميع هذه المعاجم، هذا الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة الاستخدام من قبل الباحثين العرب والمهتمين باللغة العربية، وأي شخص يريد الحصول على معاني ودلالات أو مرادفات للغة العربية يستطيع الحصول عليها بسهولة. هذا مشروع بصراحة متميز، مشروع وطني يعني امتازت به جامعة بيرزيت، وجئنا كوزارة التربية والتعليم
العالية الفلسطينية، لأن نؤكد دعمنا ومساندتنا لمثل هذه المشاريع البحثية المتميزة والتي تساعد وستخدم مستقبلا على أن تكون فلسطين على خارطة اقتصاديات المعرفة العالمية، وأن يكون هناك أيضا سهولا لأي باحث يريد أن يستخدم اللغة العربية في أي موضوع بسهولة ويسر. أن تحتضن جامعة بيرزيت هذا الفعل الجمالي لإطلاق المحرك المعجمي باحتضان 150 معجما في بادرة وانتباهة مختلفة واستثنائية يليق بدور جامعة بيرزيت وعطاياها الإبداعية، أمر يستحق الثناء والشكر من أجل أن تكون للغة العربية وللمعاجم هذه السياحة الجمالية على المواقع الإلكترونية والاقتراب من الحداثة والبحث العلمي بهذه الطريقة. فالشكر موصول للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الأيسيسكو، ومركز التعريب برئاسة الدكتور عبد الفتاح الحجرمي الذين فتحوا المنظمتين لاحتضان هذا الفعل ودعمه وإسناده لتكون الانطلاقة من جامعة بيرزيت. ونحن في اللجنة الوطنية جاهزون لدعم وإسناد كل سياقات البحث العلمي وتحديدا هذه الجامعة، جامعة الشهداء والفعل الناجز. المشروع استمر، أنا يعني جيت في الفترة الأخيرة اشتغلت عليه، بس استمر على فترة مدار 8 سنوات، كان تجميع للمعاجم العربية بنسخها الورقية ثم تحويلها نسخة رقمية وحوسبتها وادخلها على شكل قاعدة بيانات وترتيبها وربطها لنحصل على محرك بحث يمكن الباحث من البحث عن كلمات في هذه المعازم كاملة. مشاهدينا رجعنا لكم ونسترجع حديثنا مع ضيفنا في الاستوديو دكتور مصطفى جرار، استاذ في علم الحاسوب في جامعه بيرزيت. عم نحكي عن المحرك المعجمي، وزي ما شفنا بعد اللقاءات من المواطنين والناس اللي اجت حضرت اطلاق هذا البحث ومحرك البحث، عندما نتحدث ايضا عن هذا المحرك نتحدث عن اليه عمله وكيف ممكن الناس توصل له حتى فعليا تلاقي الشيء بسهوله. هو الآن موجود على يعني ضمن موقع الجامعة جامعة بيرزيت اللي هو ontology.birzet.edu، يستطيعوا يعني الباحثين والطلاب والمهتمين إنه يعني يوصلوا له، وهو المفروض يكون سهل، وصمم ليكون سهل وسريع جدا كمان، وصمم ليكون دقيق. يعني بتعرفوا غالبية طلابنا بيعتمدوا على الترجمات اللي بتيجي من جوجل، وهذه الترجمات بالمناسبة مش دقيقة، مش دقيقة إطلاقا مش دقيقة، يعني نسبة خطأها عالية. طبعا هي جوجل مشكورة لو هو عمل إحصائي، جوجل ما ترجمتها إحصائية، لا يوجد فيها معاجم بحد ذاتها، هي ترجمة إحصائية، وبالتالي يعني ما بصير إحنا نعتمد على ترجمتنا أو طلابنا يعتمدوا على أصلا من أساسهم يتعلموا ترجمات خاطئة أو غير دقيقة. فإحنا نعطي طبعا الترجمات الدقيقة والصحيحة والمدققة، فهذا أي شيء طبعا هي يعني مش إحنا اللي أصدرنا هذه الترجمات، هي المعاجم اللي طبعا معاجم ذات قيمة عالية. مدى الترجمة بتكون ترجمة كلمة أو ممكن إنه هو لمحرك البحث عنده قدرة أو استطاع إنه هو يقدر يترجم جملة معينة بحاجة لإنه نحن نترجمها؟ شكرا لهذا السؤال، انه هو في حقيقه يعني بحاجه لتوضيح. لا، احنا غير مختصين بالترجمه الاليه. احنا لا نترجم نصوص او جمل، يعني هذه بسموها ترجمه اليه في علم الحاسوب، ولها يعني ابحاث خاصه فيها. احنا مش مختصين في هذا المجال، احنا مختصين يعني فقط في اللي هي الترجمه اللي بتيجي من المعاجم، يعني المعنى بشكل دقيق لها. نعم صحيح. يعني ترجمه مصطلحات إذا بدك، وليست ترجمة نصوص. ترجمة نصوص. نعم صحيح. طيب قديش مهم للطلبة للباحثين، خاصة إنه إحنا بنحكي عن إشي إلكتروني، وإحنا في عصر الإلكتروني أكيد كنا عم بنشوف معجم الوسيط وغيرها من المعاجم اللي ممكن إحنا بنستخدمها في حياتنا من زمان وفي الماضي، هلا بنشوفها إلكترونيا، قديش هو بكون توفير وقت وجهد كمان؟ هو بالحقيقة المهتم يعني إذا بتقولي قطاع المستخدمين عنا نوعين. نوع اللي بيستخدم اللي الناس العاديين سواء كانوا طلبي أو باحثين بيستخدموا محرك البحث، والنوع الثاني اللي هو تطبيقات الأيدي، تطبيقات الحاسوب. النوع الأول الباحث أكثر ناس بيستخدموا المحرك البحث، طبعا هم الناس اللي
الطلاب اللي بترجموا والمترجمين كمان بشكل عام، المؤسسات المترجمة والباحثين والمؤلفين، هذا اللي بحاجة انه يستطيع انه يوصل للمحرك ويبحث فيه بسهوله ويسر ويسترجع وهو يقرر كيف بده يستخدم. مثل ما عم نشوف هاي بعض من الحركات اللي ممكن انه احنا نستخدمها ونستفيد منها. نعم صحيح، يعني هون بيتم استرجاع الكلمه من سواء كان من المعاجم الديكشنريز او من الانثروجا، فيكم تغيروا كمان واجهه الاستخدام للغه العربيه يعني. جميل. بس بدي اذكر انه هدفنا كمان، يعني الناس بيسالوني وين، طب وبعدين وين؟ هي تطبيقات الحاسوب لا شك، انه كيف احنا ممكن نبني ما نسميها شبكه، بدي احكيها بالانجليزي وبعدين احكيها بالعربي، اللي هي بيج لينغويستيك داتا جراف، اللي هو شبكه من البيانات اللغويه اللي فيها المستويات الصرفيه والقواعد والدلاله. اهم شيء بالنسبه لنا طبعا احنا معنيين بشغلنا بالدلاله. جميل. طيب شو اللي بيميز محرك البحث، خلينا نحكي اكثر، شو الميزه اللي ممكن انك انت تعطينا اياها اليوم، غير الدقه غير الفعاليه غير السرعه في انه هو يعطينا الدلاله لمفرد معين والترجمه؟ هو بالنسبه للمستخدم العادي اللي بيميز محرك البحث انه يعني بيبحث 150 معجم، فهو يعني كعدد وكنوعيه يعني. هذه اول شيء. واللي بيميز بالمناسبة هو يعني كثير احنا بنعرف مؤسسات عربية في جامعة الدول العربية كان حلم لانهم من زمان انهم يحوسبوا المعاجم العربية، وهذا كان بالنسبة لهم مشروع كبير ووين تبدأ نبدأ فيه. فاحنا يعني سبقناهم. احنا مش سبقناهم، لا طبعا احنا يعني عملنا مكمل لإلهم، بس هي انه الفكرة انه احنا حققنا هذا الحلم ان شاء الله. بس اللي بيميز معجم البحث انه رايحين انه ما في شبكه لغويه محوسبه للمعجم، وبالمناسبه يعني مش موجود للغات الاخرى بهذه الطريقه، يعني حتى الانجليزيه انا ما عندي علم انه موجود محرك بحث في المعاجم الانجليزيه، وكل معجم موجود اونلاين يعني لحاله، ولكن ما في معجم واحد او محرك بضم جميع المعاجم. كمان والمميز كمان استاذ ودكتور مصطفى ذكرت لنا اياه قبل الهوى بانه حصلتوا على ترخيص من جميع المؤلفين للمعاجم اللي انتم استخدمتوها او كانت شريك معاكم في نعم. المحرك. واول شيء يعني بحب اشكر يعني بصدق وبكل الشكر والعرفان يعني للناس اللي وافقت انه معاجمهم ننشرها في محرك البحث. هذه بالنسبة لنا كانت هم يعني إخلاص وعطاء منهم لأمتهم. وإحنا كمان في بجانب كل تعريف نظهر اللي هو اسم المعجم. وإذا ضغطنا على اسم المعجم بنشوف المؤلف والناشر وصفحاتهم الإلكترونية المراجع، فإحنا كمان نروج لكل معجم. هذه كانت فكرة شجعت أصحاب المعاجم ووافقوا، بعض أصحاب المعاجم رفضوا لا زالوا بدهم يعني حتى بعد ما يعني حوسبنا معاجمهم ما وافقوا فما وضعناها. فاحنا حصلنا رغم انه نقطة التوثيق مهمة والتوثيق موجود. نعم صحيح. في نعم المحرك صحيح. نعم صحيح، بالرغم من انه هي بالمناسبة يعني المعلومات يعني اللغة يعني هي ملك أهل اللغة يعني، ولكن اللي بيبذل سنين يؤلف معجم برضه له حقوق صح، وهذه حقوق لازم تكون محفوظة. فإحنا طبعاً يعني فكرة إن نشجع أصحاب المعاجم ونأمل إنه أصحاب المعاجم الأخرى إنه يعني كمان هم اللي الآن يبادروا ويقولوا يعني وضعنا معاجمنا، لأنها الآن نأمل إنه إحنا نعمل حياة للمعاجم وليس فقط المعاجم المطبوعة اللي مرات بتخوف لما نشوفها ولا ما لما نشتريها. إنه هالقد بتكون إنه شدك تبحث حتى استعمالها صعب. طيب دكتور مصطفى، هلا إيه أبليكيشن خلينا نحكي بنقدر ننزله على السمارت فون لحتى كل الناس تقدر تستخدمه بسهولة أكثر؟ والله هو الفكرة إحنا بتعرفوا إمكانياتنا كثير محدودة، إحنا جامعة نشتغل بطريقة غير ربحية ومصادرنا يعني أكاد أقول لا يعني ما عندنا مصادر حتى يعني مش نقول قليلة حتى يعني نشتغل بجهودنا الذاتية وأوقاتنا الشخصية. يعني 8 سنين اللي أخذتوا إنه أوقاتنا الشخصية هذا ما في مشروع ممول وراء هذا الشيء، ما في. ولكن الجميع طلب منا خاصة في الفترة الأخيرة إنه مش فقط موقع، عملنا إياه تطبيق يعني حتى بدون إنترنت اللي كمان
يعني اتوقع انه احنا راح نسوي هذا الشيء قريبا، يعني شئنا ام ابينا شكله لازم نسويه. نتمنى يعني لكم كل التوفيق. شكرا لك دكتورة مصطفى جرار، استاذ في علم الحاسوب في جامعه بيرزيت. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. وشكرا. وانا بحب اضيف نقطه صغيره، انا بحب احيي واشكر جميع وسائل الاعلام اللي بتهتم في البحث العلمي. هذا شيء يعني انهم يهتموا في الاشياء المهمه، خلينا نقول مش فقط الاشياء السياسيه يعني. فانتم شكرا لكم كمان. يسعد صباحك. يسعد شكرا كثير. مشاهدينا سننتقل الى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال باقي محطاتنا من برنامج يوم جديد، فابقوا معنا.